القاعدة الأولى أن أغلب أحكام الجنائز إنما شرعت لاحترام الميت، وعلى ذلك فليس المقصود من أحكام الجنائز تعظيم الميت، فإن تعظيمه إنما يكون بعمله، فلا يعظم عند الله عز وجل إلا بما قدم. وليس المقصود من أفعال والأعمال المشروعة في الجنائز إكرام أهل الميت إلا في مرحلة واحدة، وهي مرحلة الحمل، أي حمل الميت، سنتكلم عنها في محلها. وبناء على ذلك فإن الزيادة على الإكرام ممنوعة إن كان فيها تعظيم له، أو كان فيها ضدها من تحقير له، أو كان فيها تخصيص لجماعته وأهله إن كانوا من ذوي الذوات والأشرف. والدليل على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس على المقابر، ونهى عن كسر عظم الميت، فقال إن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حرمة الميت كحرمة الحي، أي من حيث الاحترام لا من حيث التعظيم والإنزال فوق المنزلة. وهذا هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر قبره وأن يرفع كما قالت عائشة رضي الله عنها،